وياه لما يقال لك ان الحصان مثلا ممكن تطلع كع واجد رجعته واجد لفت لفت ضيقه واجد الى اخره، دائما نشوف كيف المسابقات المجالات الاخرى كثير منها كم مره فتح مثلا في الكاتينج ورينينج، كم مره فتح في المسابقه او في التدريب في الرمايه والتقاط الاوتاد وغيره، كم مره يفتح في الطلعه في التدريب في القفز، كم مره وسع وطمر طمر قوي على الارض وضغط الاوتار والرمان على الارض الى اخره، حصان السباق كم مره في الاسبوع يوسع او يفتح، حصان التحمل كم مره طلع مسافه اكثر من 30 كيلو 40 كيلو وقت على ذلك. فكثير من الاشياء اللي تسوى في المجالات حقت الخيل الاخرى اكثر اذى على الحصان ومكرر اكثر، يعني الفتح القفز الواسع عده مرات المسافه الطويله تعرض الحصان لاصابات اكثر من الكاع، اكثر من الرجوع الخلف، اكثر من اللفه الضيقه كثير. فباك انه متكرر اكثر، يعني الشيء اللي يفعل يؤذي الحصان اكثر ويكرر اكثر، ماذا ما يجاب طاري فعله او يجاب طاري تكراره، بينما الشيء اللي يعور الحصان اقل ويسوى اقل في الطلعه يجاب طاري فعله اكثر، والسبب عدم القدره على فعله.